صباح الخير. طبعا اني اليوم راح اروح للعمل، عندي عمل كلش كلش حلو يا شباب ويا بنات. بس قبل لا اروح للعمل لازم اودع بنتي حمدية، لان مثل ما تعرفون حمدية اليوم مريضة كلش، ولازم اودعها قبل لا اروح للعمل. ومو بس هاي، خلي البس اول مرة البدلة مالتي مال العمل او الملابس الخاصة بي مال الشركة. خلي البس، نشوفه البنطلون والحذاء والفانيلة والقبعة. اوكي شباب بنات، الملابس ذني خرافية. اوكي شوفوا، هاي هي الملابس مالتي مال العمل. كلش حلوة. هسه هاي شنو؟ هذا التلفزيون منو مشغله؟ اوه التلفزيون هذا يا قناة موجودة، لحظة. اوكي نشوفه. اوه التلفزيون خربان يا شباب ويا بنات، مو مشكلة اطفي التلفزيون حتى ما نبذر بالكهرباء. يلا هسه خلي اودع بنتي حمدية قبل لا اروح للعمل. حمدية حمدية ادخل الغرفتج. حمدية عجيب، اني كل مرة كل ما اصيح حمدية تقول ها بابا اني قادمة اني جاية، بس هسه حمدية ما جاي تتكلم، يمكن نايمة. يمكن نايمة. حمدية حمدية اني بابا. اوكي شباب بنات، ايش رايكم نفتح الباب مال غرفته ونشوف شنو موجود؟ يمكن نايمة، لان اني لازم اودع بنتي قبل لا اروح للعمل. حمدية راح ادخل اني. حمدية هاي شنو؟ حمدية وين هي؟ والله ما اعرف بنتي حمدية وين راحت. هاي غرفة حمدية، هاي المروحة موجودة كانت مشتغلة. اوكي خلي شغل المروحة شباب بنات. حمدية وين هي؟ اوه هاي شنو؟ اوه رسالة من بنتي حمدية، خلي اشوف شنو كاتبت لي. اوكي بابا اني رحت العب مع صديقتي، احبك بابا. اوه بنتي حمديه راحت تلعب مع صديقتها، اني هم احبك. اوكي حمديه يلا كملي اللعب ونرجع للبيت. يلا اني هسه راح اروح للعمل، وان شاء الله من نرجع من العمل اجيب هديه خرافيه لبنتي. يلا هسه خلي اروح للعمل. طبعا اني اشتغل بشركه مالت سيارات، بهاي الشركه العملاقه، افضل شركه موجوده بالعالم. هاي شنو السيارات؟ وين؟ منو سرقهن؟ اوكي المدير مال الشركة، يا ساتر المدير مال الشركة موجود هنا. اوف اوف اوف. السلام عليكم عمو المدير. السلام عليكم. وعليكم السلام، وين كنت؟ السيارات مال الشركة انسرقت، يعني هسه شلون ورطها؟ احنا راح نصير فقراء. سيدي المدير، ايش رايك نروح للشرطة نقول لهم سرقوا المحل مالنا؟ والله اني ما اعرف انه اللي سرقنا، والله ورطة هاي. لا 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 ماكو ورطة، أنا قررت أطردك من العمل لأن أنت ما تعرف تحرس المتجر ولا تسوي أي شي، افتهمت؟ يلا اطلع برا، أنت مطرود. بس إذا راح تطردني بعد ما أقدر أحصل راتب، وبنتي حمدية راح تتمرض وتموت، لأن لازم أشتري لها دواء، والله ورطها، أرجوك بقيني أشتغل بالشركة مالتك. شلون تشتغل ماكو سيارات؟ افتهمت؟ شوف، أنت من اليوم فصاعدا مطرود من الشركة. وبعد ما اقبلك ترجع، يلا اطلع برا، اطلع لا تصل على الشرطه يجون يعتقلونك. خلاص راح اطلع، راح اطلع شباب انا، طردوني من الشركه لاني قال لي اكو شخص سرق المتجر. راح اقول له اسوي، ايش رايي اسوي رحله بحث عن الشخص اللي سرق ونحاكمه؟ فكرة حلوة. يلا شباب بنات خلي اروح له احاول اخليه يرجعني للعمل. عمو عندي فكرة افضل. ايش تريد؟ ايش تريد جاوب؟ ايش رايك اروح ابحث عن الشخص اللي سرق المتجر، واذا عثرت عليه ترجعني للشركه اشتغل، ايش قلت؟ لا 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 لا، انا ما اقبل اشغل واحد مثلك بعد، انت من اليوم مطرود، وبعد ما اريد اشوفك، وانزع عذني الملابس مال الشركه، يلا انزعهن. خلاص راح انزعهن عمو، يعني معقوله راح تطردني من الشركه؟ ارجوك انطيني فرصه اخيره، والله بعد ما اعيدها. لا انزع الملابس بسرعه. خلاص راح انطيك الملابس عمو، بس والله حرام عليك، انا شنو ذنبي؟ اوكي هاي الملابس مال الشركة، هاي خذهن ما اريدهن، بعد ما اقبل اشتغل وياك، والله حرام عليك خالي، حرام عليك، بعد ما اريد اشتغل وياك. اوكي هاي ملابسك خذهن رايح. طردني من الشركة شباب بنات، يعني شلون ورطة هاي؟ وين اروح هسه؟ اوكي والله هذا الشخص اللي سرق هذا المتجر اذا اعرفه والله الا اعاقبه، والله راح اعاقبه وما اسامحه. اوكي اوكي اوه جت الفكرة، جت الفكرة، شوف ايش راح اسوي، شوف ايش راح اسوي. اوكي عمو المدير، عمو المدير ايش رايك اروح ابحث عن الشخص المجرم اللي سرق المحل ونعاقبه؟ ايش رايك حتى تنطيني فرصة اخيرة واشتغل وياك؟ مو انا ما عندي شغل ثاني.
اسمعني انت تعبتني، انت مطرود وراح اخذ حتى البيت مالك، وبعد ما يصير عندك بيت لان انت شخص فاشل. يلا اطلع برا. عمو ارجوك، والله مستعد اسوي اي شيء، اسوي لي اي شيء حتى اشتغل عندك، والله ما عندي شغل ثاني. خلاص اسمعني، انا راح اعطيك 3 مهمات. اول مهمه اذا تسويهن راح اخليك تشتغل بالشركه واخليك المدير مال الشركه، يعني راح اعطيك الشركه كامل، بس بشرط. اول مهمه، عندك 3 مهمات. اول مهمه لازم تعرف منو اللي سرق الشركه، اوكي؟ بس هاي المهمة صعبة، يعني أول مرة لازم ترجع لي الملابس مالتي حتى أعرف إنه اللي سرقن، حتى أصير عضو بالشركة مالتك. أوكي، يلا تعال أخذ الملابس. إي شكرا شكرا، أوكي، خلي أخذ الملابس يا شباب ويا بنات، أوكي، هسه راح ألبس الملابس، شكرا عمو شكرا. هسه شنو المهمة الأولى؟ قولي المهمات مالتك بالوحدة ورا وحدة حتى أسويهن، أوكي؟ أوكي، أول شغلة أريدك تروح للملك مال هاي المدينة وتسأله سؤال وتقول له منو اللي سرق المحل مال السيارات بسرعة. اوكي هاي المهمة سهلة، متأكد 100% سهلة. اوكي خلي اروح للملك مال المدينة يا شباب ويا بنات، موجود هو بهاي الجزيرة مال الدايموند. اوكي خلي اروح اسأله واقول له منو اللي سرق الجزيرة مال الدايموند او العفو السيارات. اوكي ونشوفه يا شباب ويا بنات. اوكي طبعا اول مهمه ان شاء الله راح نسويها بنجاح، لان انا متاكد المهمه الاولى سهله بشكل مو طبيعي. يلا انا ما بقى شيء، راح اصعد للجزيره هاي واقابل الملك الاسطوري واقول له انا اجيت لك من الشركه مال السيارات، جاي نبحث عن الشخص اللي سرق سياراتنا، تعرف منو اللي سرقهن؟ مو شباب بنات اذا يساعدنا الملك راح نعطيه جائزه اسطوريه، نعطيه سياره مجانيه لان هو ملك اسطوري. انا صعدت الحمد لله والشكر. اوكي خلي اروح له. يا ملك اكو شخص سرق السيارات مالتنا، تعرف منو اللي سرقن؟ اي انا اعرف منو اللي سرق السيارات مالاتكم، بس ما راح اقول لك منو. شنو ما راح تقول لي منو؟ لازم تقول لي، مو ارسلني ابو المحل مال السيارات يقول لازم تقول لنا منو اللي سرقن. خلاص اني راح اقول لك منو، بس عندي شرط. اوف شنو الشرط مالك؟ قل لي. اريدك تروح تسرق البيت مال الاندرمان حتى اقول لك منو اللي سرقكم. اوكي يعني تريدني اسرق الجزيره مال الاندرمان؟ سهله، اوكي مو مشكله، راح اروح للجزيره مال الاندرمان واسرق يا شباب ويا بنات، وبعدين عمو الحاكم مال الدايموند راح يقول لي منو اللي سرقنا. يلا يا شباب ويا بنات، اوكي وصلت اني لهذا المكان الاسطوري. يلا ما بقى شيء، وصلت. اوكي خلي اشوف منو اللي موجود هنا. قال لي سرقه، بس انا شو اسرق؟ انا ما احب السرقه. ايميرالد، اوكي خلي اسرق هذا الايميرالد، اوكي بس هذا واوديه للحاكم مال الدايموند. هاي فكره رهيبه يا شباب ويا بنات، اقول له هاي الموارد اللي انت طلبتهن سرقتهن. اوكي خلي اوديهن اليه. والله فكره رهيبه، حلو يا شباب ويا بنات. عمو الحاكم انا رجعت سرقت هذا عمو الاندرمان. هسه وين اوديه الفلوس؟ احسنت، الفلوس خليهم بالصندوق. بالصندوق؟ يا صندوق، الصندوق الاسود. اوكي خليتهم بالصندوق. هاي شنو السيارات؟ عمو منين لك هاي السيارات؟ هاي السيارات هاي سيارات اخذهن لك، انا ما اريدهن، اخذهن لك، يلا خذهن. والله هاي السيارات شكلهن مالاتنا شباب بنات. اي شبن مالاتنا. عمو انت سرقتنا مو؟ لا انا ما اسرق، عيب عليك يا ورع، اطلع برا. اوكي اطلع برا، والله شباب بنات هو اللي سرقنا. اوكي خلي اروح احذر العامل اللي عندي، اوكي اسمه مدير الشركه. اوكي خلي اروح احذر يا شباب ويا بنات، طبعا هاي الدروع اللي عندي اسطوريه تخليني اطيح ببطء. اوكي شوفوا اني ما راح اموت، شوفوا شباب بنات ما اموت. اوكي مو مشكله، خلي اروح اول مره. اوف 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 اوف, أوف. خلي اروح انام حتى ان شاء الله في الصباح اروح احذر مدير الشركه. اوكي اقول له عرفت منو اللي سرق الشركه مالتنا. يلا خلي ادخل، طبعا راح انام على السرير مال بنتي حمديه بس مو مشكله. اوكي يلا تصبحون على خير. صباح الخير، اعتقد هسه اليوم كلش حلو. اني نمت ونسيت الباب مفتوح،
مو مشكلة، هسا نسد الباب وراح اروح للمدير مال الشركة واقول له عرفت منو اللي سرق السيارات مالتنا. اوكي عمو المدير، عمو المدير الحق الحق، عرفت منو اللي سرق السيارات؟ عرفت منو منو بسرعة، منو اللي سرق السيارات؟ لا عمو اني ما راح اقول لك منو اللي سرقن، لازم اول مرة ترجعني للعمل حتى اقول لك منو اللي سرق السيارات. لا 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 ما رجعك للعمل، لازم اول مرة نرجع السيارات ونعرف منو اللي سرقنا حتى ارجعك للعمل. اوكي عمو اني رحت للبيت مال الدايمود مال حاكم، قلت له عمو تعرف انه اللي سرق السيارات مالتنا؟ قال لي اني ما راح اقول لك الا بمقابل. يعني هم هو يريد مقابل، وشنو المقابل ماله؟ قال لي لازم تروح تجيب لي موارد من البيت مال الاندرمان، يعني لازم اسرقه، وسرقت الاندرمان واخذيت الموارد وديتهم للحاكم مال المدينه. يعني شنو تفهمني ايش صاير؟ قال لي منو اللي سرقهن؟ اي خلي اكمل لك، انا من سرقت الموارد قال لي عمو الحاكم لازم تخليهم بالصندوق، فتحت الصندوق بالغلط وشفت السيارات مالتنا. شوف هاي سياراتنا باوع، هاي الاولى وهاي السيارة الثانية سرقتها من عمو الحاكم. يعني الحاكم مال المدينة هو اللي سرقنا مو؟ اوكي لازم ننتقم من عنده. اي هو اللي سرقنا، بس عمو انا اريد ارجع للعمل. اوكي ارجوك رجعني للعمل. لا 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 ما راح ارجعك للعمل، اكو بعد مهمتين لازم تسويهن حتى ترجع للعمل. اوكي اوكي عمو شنو المهمتين؟ اوكي اول مهمة اقصد ثاني مهمة، اريدك هسه تروح تصنع سيف من الدايموند حتى هسه ارجعك للعمل. اوكي سيف من الدايموند مو مشكلة شباب بنات، راح اصنع سيف من الدايموند. اوكي اصلا ما راح اصنع بس سيف من الدايموند، راح اصنع ادوات من الدايموند. اوكي عندي خشب، اوكي وعندي اني دايموند. اوكي هذا الدايموند، يلا نحلل هذا الخشب لحظه واحده اثنين. اول مره نسوي يا شباب ويا بنات بيكاكس، هاي سويت البيكاكس، هسه نسوي السيف. اوكي هاي سوينا السيف، هسه نسوي الاكس. لحظه خلي احلل بعد، عندي انا كثير دايموند. هسه نسوي الاكس، عفوا الاكس لحظه، سوينا الاكس بهاي غلط ثاني مو مشكله، نسوي الاكس. اوكي هاي نخليها هنا، هاي سوينا الاكس الاسطوري تمام، هذا سوينا الاكس. بعد شنو اللي اسوي؟ ناقصني اسوي شفل، الشفل كلش مهم. هاي سويت الادوات، هسه اذني راح ارجعهن لهذا المكان. الحمد لله وشكر سويت المهمه الثانيه، هسه كل شيء تمام. خلي اروح للمدير مال الشركه اقول له سويت هاي المهمه، بعد شنو لا ناقصني اسوي؟ اوكي مو مشكله. اوكي وصلت للمدير مال الشركه، عمو المدير سويت المهمه الثانيه، اصنعت سيف وبيكاكس واكس وشفل من الدايموند. احسنت، هسه اللي اريده من عندك تصعد بهاي السياره وتجربها تشتغل او لا. اوكي عمو مو مشكله، نطلع بالسياره لحظه شباب بنات ونجربها تشتغل او لا. اي عمو تشتغل. اوكي والله تشتغل السياره يا شباب بنات. اوكي اوه طاحت بالماي مو مشكله. اوكي خلي ارجعها هسه للشركه حتى اقول للمدير تشتغل، وبعد هي جديده كل شيء ما بيها. اوكي خليها بهذا المكان يا شباب ويا بنات، ننزل. عمو السياره تشتغل كل شيء ما بيها وبافضل ما يكون، هسه شنو المهمه الثالثه؟ المهمه الثالثه كلش خطيره، وما اعتقد انت تقدر تسويها، لازم اكو كم شخص يساعدك بهاي المهمه. شنو يساعدوني؟ انا اسطوره ما تعرفني، رحت انقذت السيارات ورحت انقذت بنتي من المجرم وتقول لي ما تقدر تسوي هاي المهمه. قولها عمو انا اقدر اسوي شنو هاي المهمه؟ قولها وهسه اسويها. هاي المهمه تحتاج جيش كامل من الاساطير، يعني هسه اذا لازم يعني لازم نسوي هاي المهمه. اوكي اوكي عمو انا مستعد افضل ما يكون، بس قل لي شنو المهمه. المهمه هي لازم هسه كل المشاهدين يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس الاشعارات حتى تنجح هاي المهمات الثلاثه، وارجعك للعمل وانطيك راتبك، او اذا ما يسوون هاي المهمات بنتك حمديه راح نقتلها، لان اني خطفتها وما راحت بنتك للعمل او تلعب مع صديقتها. واني اقول بنتي حمديه ما تروح، ما عندها صديقات، شلون طلعت؟ خلاص شباب بنات، مثل ما سمعت المدير مال الشركه خطف بنتي. ارجوكم هسه كلكم اريدكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات
حتى ارجع للعمل وترجع حياتي حلوة. ارجوكم شباب بنات سووا هاي المهمات اوكي. يلا عمو كملنا كل هاي المهمات وهسه كل الناس ضغطوا لايك. هسه شنو راح ترجعني للعمل؟ لا اكو بعد شغلة بسيطة، اريدك تروح تقتل الملك لان انت صار عندك سيف، تروح تقتله وترجع بسرعة. اقتل الملك؟ اوه شباب بنات لا 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 انا ما اقدر اقتل الملك، والله ما اقدر اقتله. ارجوك والله ما اقدر اقتل الملك، يعني انا ما القتل حرام. القتل حرام مو؟ بنتك هم راح تموت وحرام، افتهمت؟ خلاص راح اروح اقتل الملك. شباب بنات ارجوكم ساعدوني وضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى نعرف انو اللي شلون انقذ بنتي، وكتبوا لي تعليقات وساعدوني مو مشكلة. اني شباب بنات خلاص ما راح اقتل الملك اوكي، لان الملك انا ما اريد اقتل القتل حرام. راح اروح للشرطة اقول لهم المدير مال الشركة مالتي خطف بنتي اوكي، وانتم ايضا سووا هاي المهمات وكتبوا لي بالتعليقات طريقة انقذ بها بنتي اوكي. يلا اني وصلت للشرطة هنا هسه راح اقول لهم يساعدوني. شنو هاي يا شباب ويا بنات؟ والله هذا الورع الفقير اللي كان يشتغل وياه بشركة أخر صار لي أكثر من ساعة من أرسلته قلت له يقتل الملك، والله شكله ما راح يسوي هاي المهمة. فشباب بنات هذا الشخص بسببكم، كله بسببكم، ليش ما ضغطتوا لايك؟ هسه لو كلكم ضغطتوا لايك كان قتلنا الملك أوكي؟ مو مشكلة، أنا راح أسوي هاي المهمة، أوكي مو مشكلة، أنا راح أسوي هاي المهمة بس والله ورطة، شلون أسوي هاي المهمة وأنا ما عندي سلاح؟ لازم عندي سلاح أوكي؟ خلي اصنع لي سلاح سيف، يعني اسوي لي سيف خاص بي واروح اقتل الملك الورع، مو مشكله لازم اقتله. اكو هذا هاي كل شيء موجود هنا، انا راح اسوي لي سيف اسطوري. يلا يا شباب ويا بنات اوكي سويت لي سيف هسه سريع سريع سريع، خلي ذني هنا نجيب السيف اوكي. راح اروح هسه للملك. هاي شنو هذا؟ تلفزيون. لحظه يشتغل؟ لحظه ليش ما جاي يشتغل التلفزيون؟ ماكو إشارة، مو مشكلة، أني هسه راح أروح وأقتل الملك مال هاي المدينة، وأني أصير الحاكم الجديد. يلا خلي أصعد بالسيارة مالتي، جديد، أوكي نمشي من هذا الطريق، وخلي أروح للمملكة. يلا يا شباب ويا بنات، خلي أروح نجي من هذا الطريق، نجي من هنا ونعبر من هنا ونجي من هنا، أوكي؟ طبعًا الطريق كلش طويل. يلا يا شباب وصلت ما بقش، هاي شنو؟ لحظة، هاي شنو البناية؟ اول مرة اشوفها اني. اي والله اول مرة اشوفها. شنو موجود هنا؟ شنو هاي؟ اوه ارنب، مدري خروف، مدري شنو هذا، مو مشكلة. يلا اني وصلت شباب بنات، حلو وصلت. يلا هسه ناخذ السيارة مالتي وراح اصعد وراح اقتل الملك الورع حتى يتأدب. شنو يجي ويسرقني؟ طبعا خليني اقول لكم معلومة ما تعرفونها، هذا الملك يصير اخوي، ايه اخوي، بس اني وياه متعاركين، ما احبه اكرهه وهو يكرهني، يعني قصه طويله مو مشكله. خلي اصعد اول مره واسرح اروح اتكلم مع هذا الملك قبل لا اقتله، ايه قبل لا اقتله لازم اقول له كلام مهم، يعني مو مشكله. صعدت اني صعدت فينجر، صعدت يعني سموني قروي فينجر، خشمي اعتبروه شطيره. صعدت يا الله، نقول بسم الله. هاي شنو؟ والله اني بعمري وحياتي ما، اوه والله صير السيارة هنا. يلا عندي دي شوفوا شباب بلد من مسوي هاي الحركة، والله ما حد مسويها. اوكي نجي هنا ننزل. يلا خلي اروح شباب بنات، خلي اروح سريع 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 للاندرمان. طبعا الاندرمان صديقي، الاندرمان صديقي من زمان ما جاي لي، لازم اسلم عليه. السلام عليكم اندرمان. اوكي خلي اسوي بعرورة بعرورة، سويت بعرورة اوكي. هاي شنو؟ والله ما ادري. اني طبعا ما احب السرقة يا شباب ويا بنات، اعوذ بالله من السرقة اوكي. اني ما اسرق، هاي يسمونها هدية لان اني جوعان واريد موارد اوكي. اللي يكتب التعليقات اني سرقت ازعل من عنده، ما اريد واحد يفضحني لان اني والاندرمان اصدقاء، وما اريد يكتشفني انه اني حرامي او سارق. يا شباب ويا بنات يلا هسه خلي ارجع للسياره مالتي واروح للقلعه او المملكه مال دايموند. يلا ديد اوكي خلي ارجع لي ورا حتى ما اطيح. لحظه يا
دي 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 اوكي اوكي اي هسه تمام يا شباب يا بنات. اوكي 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 والله طريق سريع، احسن احسن سائق بالعالم كله. ايش رايكم نروح نزور كوكب القمر؟ اي فكره حلوه هاي يا شباب ويا بنات. يلا خلينا نزور كوكب القمر حتى نشوف انه اللي موجود هنا. والله شكله ما حد موجود، مو مشكله انا جابني هنا، لازم ارجع لازم ارجع يا شباب ويا بنات. اوكي هذا اني، شوفوا شوفوا هذا اني، هذا اني يا شباب ويا بنات اللي بالسياره. هلا اوكي خلي ارجع حتى هسه. اوكي جت لي فكره، ايش رايكم افرز السياره واني على هذا العمود؟ والله شكلها راح تطيح. لا والله ما تطيح، اني سائق محترف. اوكي اوكي خلي اروح للملك. يلا هيا يا ملك، خلي انزل يا شباب ويا بنات. نزول ونزول، انزل يا ورع انزل. اي نزلت. واخيرا شفتك. هاي شنو كنت تسوي؟ سمعت صوت مال سياره مدري طياره. احترم نفسك، بعدك ما تعرفني اني منو. شنو احترم نفسك؟ انت تكلمني اني الملك الاسطوري، تكلمني هيك وبعدين شنو خليت فوق البيت مالي؟ مالك علاقه، شنو انت الملك؟ انت بعدك ما تعرفني منو، مو يعني نسيتني؟ لا ما نسيتك، انت اخوي الشرير، اني اكرهك. يعني تكرهني؟ ما قلت لي، جاوبني بصراحة، ليش تكرهني؟ أنا أخوك وأنت أخوي، يعني ليش تكرهني؟ شنو مسوي لك؟ ها يعني تريد تعرف، تتذكر بابا من كان يعطينا مصروف في المدرسة؟ أنت كنت تسرق المصروف مالي، وأني أكرهك. يعني تكرهني على هذا السبب؟ خلاص، إيش قد أنا سرقت من عندك في المدرسة؟ سرقت من عندي ستاك مال بلوكات إيميرالد. ستاك مال بلوكات مو؟ يعني إذا رجع لك الفلوس مالتك راح ترجع تحبني وتصير اخوي مو؟ اي صحيح ارجع اصير اخوك. اوكي هذا ستاك ايميرالد. هاي شنو؟ من وين جبته؟ مالك علاقه، انا بكيفي اجيب اللي يعجبني. هسه تقبل ترجع اخوي؟ انا اكرهك بس. تكرهني مو سهل اجيبهن. شوف خلي اقول لك شغله، انا صحيح اخوك بس اريد احذرك من شغله، انت اللي سرقت المحل مالي مال السيارات لولا. اني ما سرقت. شنو يعني؟ تتهمني بالسرقه حرام عليك، اطلع من القلعه مالتي، انت مطرود. اني مطرود؟ هذا شنو اللي عندي؟ باوع له. هذا سيف يا حراس، تعالوا يا حراس. ماكو حراس، أني قتلتهم اليوم، راح أقتلك. شنو تحب تقول الكلمة الأخيرة مالتك؟ خلي أعترف بشغلة، مرة ماما سوت لنا وجبة عشاء، أني أكلت العشاء مالك وقلت لك حمدية اللي كلته. يعني أنت اللي كنت تأكل طعام مالي مو؟ والله موت موت موت، أرجوك أخوي لا تقتلني. شنو لا تقتلني؟ قتلتك وخلصت الورع. ها قتلت اخوي مو مشكله شباب بنات، انا صرت الحاكم مال هاي الجزيره. خلي نشوف شنو عنده هذا الورع. لحظه، اوه هاي شنو؟ والله ما اعرف، هاي النجمه بها ضوء او يعني نجمه هاي. اوكي انا راح اخليها هنا أنا بهذا الصندوق، واريدكم تساعدوني وتكتبون بالتعليقات شنو فائده هاي النجمه، واللي يساعدني شنو هاي النجمه راح اكتب اسمه بجزيرة المشتركين الطائرة. اوكي اكتب اسمه هنا، هنا اكتبه وهنا اكتبه، حتى على المعرورة اكتبه. اوكي معرورة مستر معرورة. اوكي مو مشكلة، هسه اني خلي اطلع قبل يجون الشرطة، قبل يجون الشرطة. اوكي خلي اطلع اني. يلا يا شباب ويا بنات، هسه ايش رايكم اقفز بالسيارة؟ والله فكرة رهيبة. شوفوا شباب بنات راح اقفز بالسيارة، اذا السيارة ما صار بيها شيء تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات، بس اذا السيارة تفلشت هم بضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة. يلا خلينا نقول بسم الله، 1 2 اوكي لازم هيك. يلا اوكي يا شباب جديد. اوكي 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 اوه متت.